بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن الـ MHC والـ Antigen Presentation. طيب، في البداية كده في مصطلحين كبار نحب نعرفهم، اللي هو الـ Antigen Presentation والـ Antigen Recognition. الـ Antigen Presentation بيتم عن طريق الـ MHC Molecules الموجودة على الـ Cell Surface. MHC اختصار كلمة Major Histocompatibility، دي هنتكلم عليها بالتفصيل في المحاضرة دي إن شاء الله. تمام، الـ MHC Molecules بتعمل Presentation الأنتيجين لمين؟ للـ T cell أو الـ T cell Receptors الموجودة على الـ T cell. تمام، الـ Antigen Recognition دي وظيفة الـ T cell Receptors. طيب، في كمان عندنا الـ Antigen Recognition ممكن يبقى برضو عن طريق الـ B cell Receptors. الـ B cell Receptors قلنا اللي عبارة عن Immunoglobulin IgM موجود على الـ Surface بتاع الـ B cell، وده لما بيعمل Binding لأي Antigen Specifically بيحصل Activation للـ B cells بعد كده. تمام، يبقى الـ Antigen Recognition بيتم عن طريق الـ B cell Receptors بواسطة الـ MHC Molecules أو الـ B cell Receptors اللي هي بتتعرف على الايه، على الانتيجنز دايركتلي. في فرق ما بين الانتيجن اللي بتتعرف عليه التي سيل ريسبتورز والانتيجنز بتتعرف عليها البي سيل. الانتيجن بتتعرف عليه التي سيلز دي بتبقى عباره عن بيبتايد فراجمنتس من بروتين. البي سيل ريسبتورز لا، بتشمل ايه، وايد فرايتي اوف انتيجنز، منها البروتينز والبوليساكارايدز والليبيدز والنيوكليك اسيدز. تمام، ودي بنسميها كلهم على بعض الماكرو مولكيولز. ممكن كمان السمول كيميكالز تتعرف عليها، ومش كده بس، التي سيل ريسبتورز بتتعرف على الانتيجنز لازم تبقى بريزنتد باي ام اتش سي مولكيولز اللي هي موجوده على السيل سيرفيس. البي سيل ريسبتورز مش شرط، ممكن تتعرف عليها مولكيولز موجوده على السيل سيرفيس، وممكن تتعرف على سوليبل مولكيولز. وده الفرق ما بين التي سيل ريسبتورز والبي سيل ريسبتورز في الانتيجين ريكوجنيشن. طيب، في حاجه اسمها ام اتش سي ريستريكشن، اختصار لايه او تتفسر ازاي؟ تتفسر بالجمله دي: ذا انتيجين سبيسيفيك تي سيل ريسبتورز ريكوجنايزز بروسيسد انتيجين اونلي when presented by the self MHC molecules. يعني في عندنا شرطين لازم يتحققوا. اول شرط ان هي التي سيل ريسبتورز تتعرف على الانتيجين اللي هو سبيسيفيكلي. تاني حاجه ان هي تتعرف على الانتيجين هي سبيسيفيكلي ده في وجود سيلف MHC molecules. يعني لو نفس الانتيجين هي سبيسيفيكلي موجود على نون سيلف MHC هي مش تقدر تتعرف عليه. ده باختصار كده الـ MHC Restriction. طيب، هل مين بيقوم تاني بالـ Antigen Presentation غير الـ MHC Molecule؟ في Molecules تانية اسمها CD1 Molecules، ودي هنتكلم عليها في الآخر خالص. دي قادرة على إن هي كمان تعمل Antigen Presentation. تمام، بس نوعية الـ Antigen هنا مختلفة، هي بتعمل Presentation للـ Lipids والكربوهيدراتس. هنحكي عليها في اخر المحاضره خالص ان شاء الله. طيب، ايه البروبرتيز اوف انتيجنز ريكوجنايزد باي تي سيلز؟ يعني تي سيلز عشان تتعرف على الانتيجين عايزه انتيجين ببروبرتيز معينه. ايه هي بقى؟ اول حاجه ان هي تبقى اونلي شورت بيبتايد، ما ينفعش لونج بيبتايد او لونج بيبتايد تشين تتعرف عليها، لازم تتعرف على شورت بيبتايد سيكونس. تمام، تاني نقطة إن السيكونس ده يبقى لينير بيبتايدز جنب بعضيها شورت سيكونس. تمام، الكونفورميشنال ديتيرمينانتس أو الكونفورميشنال إبيتوبس ما تقدرش التي سيلز تتعرف عليها. تمام، وده قلناه في المحاضرة التانية لو تفتكروا. يعني التي سيل ريسبتورز ريكوجنايز سيل أسوشيتد أند نوت سوليوبل أنتيجينز، لازم الأنتيجين ده يبقى presented by MHC molecules، ودي بتبقى موجودة على السيلز، فبيسموها cell associated antigen. تمام،
ما تتعرفش على السوليبل انتيجنز، بعكس البي سي ريسبتورز. البي سي ريسبتورز قلنا ان هي ممكن تتعرف على السيل اسوشيتد انتيجن والسوليبل انتيجن في نفس الوقت. اخر حاجه ان السي دي 4 تي سيلز بتتعرف على الانتيجنز من مصدر بيبقى اكسترا سيلولار انفايرمنت، يعني هو انتيجن موجود بره السيلز بيدخل جوه السيل عن طريق الفاجوسايتوزيس او الباينوسايتوزيس، وفي الاخر بيبقى دايجستد وبريزنتد على الام اتش سي للسي دي 4. السي دي 8 بقى بتتعرف على انتيجين موجود في السيتوسول او السيتوبلازم بتاع السيل، تمام؟ يبقى ده الفرق ما بين التعرف. السي دي 4 تي سيلز بتتعرف على الانتيجين الموجوده في الاكسترا سيلولار انفايرمنت، السي دي 8 بتتعرف على الانتيجين موجوده في الانترا سيلولار انفايرمنت اللي هي السيتوسول. طيب هنتكلم تاني على الانتيجن بريزنتنج سيل اللي اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت، تمام؟ ده استكمالا للجزء بتاع الانتيجن بريزنتنج سيل. انتيجن بريزنتنج سيل is the term used to refer to specialized cells that display antigens to CD4 positive T cells، تمام؟ يعني ما اقدرش اقول عليها انتيجن بريزنتنج سيل غير لما عليها MHC class 2 اللي هو بيقدر يعمل برزنتيشن للسي دي 4 بوزيتيف تي سيلز. الاول نيوكليتد سيلز عليها ام اتش سي كلاس 1 اللي هو بيعمل برزنتيشن للبيبتايد للسي دي 8 تي سيلز. الاول نيوكليتد سيلز ما اقدرش اعتبرها انتيجن برزنتنج سيلز، لان هو عشان اوصفها باللفظ ده محتاج ان هي عليها ام اتش سي كلاس 2 وتعمل برزنتيشن بس للسي دي 4 تي سيلز. اي حاجه عليها ام اتش سي 1 تعمل برزنتيشن سي دي 8 دي انا ما بعتبرهاش انتيجن برزنتنج سيل. الفرق ده مهم. طيب انواع الانتيجن برزنتنج سيلز ايه؟ قلنا المره اللي فاتت في بروفيشنال ونون بروفيشنال انتيجن برزنتنج سيل. ايه الفرق ما بينهم؟ البروفيشنال انتيجن برزنتنج سيل بتبقى فيري افيشنت ان انترنالايزنج، يعني بتدخل الانتيجن جواها سواء فاجوسيتوزس او عن طريق ريسبتورز او عن طريق باينوسيتوزس، وبتعمل بعد كده بعد ما بتدخله جوه بتعمل دايجيشن للبيبتايد انتيجين ده وتعمله تخليه في سوليد فراجمنتس او بيبتايد فراجمنتس عشان تعمله برزنتيشن بعد كده فيا ام اتش سي 2 مولكيولز، تمام؟ دي اول نقطه في الانجين بروفيشنال انجين برزنتنج سيل. النقطه الثانيه فيها ان هي بتعمل برودكشن لاديشنال co-stimulatory signals leading to T-cell activation، تمام؟ دي النقطة الثانية بتاعتها. خلاص يبقى first signal اللي هي عن طريق MHC 2 presentation للpeptide antigen، the second signal دي هنحكي فيهم بعدين إن شاء الله لاحقا في المحاضرة دي. طيب أمثلة ليها dendritic cell، الماكروفاجز والبي lymphocytes. النون بروفيشنال انتيجن بريزنتنج سيلز دي ايه؟ عباره عن سيلز عاده ما عندهاش القدره ان هي تعمل انتيجن بريزنتيشن على الام اتش سي كلاس 2 مولكيولز، بس في ظل ستيميليشن بسيتوكاينز معينه زي مثلا انترفيرون جاما بتقدر تعمل اندكشن للام اتش سي كلاس 2 مولكيولز على السطح بتاعها، وبالتالي تقوم بعمل وظيفه الانتيجن presenting cell. بس هي من البداية هي ما كانتش professional antigen presenting cell بالمقارنة بالبروفيشنال. لا هي دي متصممة اصلا على antigen presentation، دي لا دي كده ايه دي اللي هي مش متعودة تعمل presentation للانتيجن، بس احنا عملنا لها stimulation عشان تطلع ال MHC molecules اللي عليها وبالتالي تقدر تعمل presentation للانتيجن. examples ليها مين؟ الفايبروبلاست في السكن، الثايميك ابيثيليال سيل، الثيرويد ابيثيليال سيلز، الجلايال سيلز في البرين، والبنكرياتيك بيتا سيلز، والفاسكولار اندوثيليال سيلز. كل السيلز دي لو تعرضت لستيميوليشن بسيتوكاينز معينه اشهر واحد فيهم الانترفيرون جاما بتقدر تعمل برودكشن للام اتش سي مولكيولز على سطحها وتقوم بوظيفه الانتيجين برزنتيشن. طب ايه بقى جنرال بروبرتيز اوف انتيجين برزنتنج سيلز؟
طيب اول حاجه different antigen presenting cell types activate cells in different situations. بمعنى ان ايه؟ يعني ال 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 عندنا التي سيلز دي ممكن تبقى نايف تي سيلز وممكن تبقى اكتيفيتد تي سيلز، تمام، وممكن تبقى بريفيسلي ديفرنشيتد افكتور تي سيلز. كل واحده من دول الانواع بتاع التي سيلز دي ديفرنت سيتويشن للتي سيلز، ديفرنت انتيجن بريزنتنج سيل بتعمل اكتيفيشن للتي سيلز في الديفرنت سيتويشنز دي. ندي مثال زي الدندريتك سيلز مثلا، دي الموست افكتيف في الاكتيفيتنج النايف تي سيلز، تمام، النايف سي دي 4 تي سيلز دندريتك سيلز، بينما الماكروفاجز والبي سيلز بتعمل افكتيف انتيجن بريزنتنج سيل، بتعمل اكتيفيشن للبريفيسلي اكتيفيتد سي دي 4 بوزيتيف هيلبر تي سيلز راذر ذان نايف تي سيلز، تمام. يبقى اكتر الدندريتك سيلز بتشتغل على النايف، الماكروفاجز والبي سيلز بتشتغل على البريفيسلي اكتيفيتد هيلبر تي سيلز، تمام. تاني نقطة، الانجين بريزنتنج سيلز بروفايد اديشنال سيجنالز ذات ار ريكوايرد فور ذا فول تي سيل ريسبونسز، تمام. مش بس هي بتعمل الانجين بريزنتيشن واللي احنا بنعتبرها الفيرست سيجنال، لا، في اديشنال سيجنالز بتعملها الانجين بريزنتنج سيل بتعمل فول تي سيل ريسبونسز، تمام. زي ايه السيجنالز دي؟ زي مثلا عليها حاجه اسمها كوستيميليتورز على السيرفيس بتاعها. كوستيميليتور مولكيولز دي بتتعرف على الليجنز بتاعتها في التي سيلز وبتعمل اكتيفيشن مور اكتيفيشن للتي سيلز. كمان بتفرز الانجيو برسنتك سيل بتفرز كمان سايتوكاينز. السايتوكاينز دي ليها رول في الاكتيفيشن للتي سيلز، فالاديشنال سيجنالز دي مهمه عشان تحقق الفول تي سيل ريسبونسز. طيب تالت حاجة عندنا، الفانكشن بتاعت الانجين بريزنتنج سيلز دي is enhanced by microbial product exposure. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى مثلا الدنتريتك سيلز والماكروفاجز عليها حاجة اسمها pattern recognition receptors اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، دي part of the immune innate immune response، تمام. هيحصل binding للميكروبيال برودكتس دي لل pattern recognition receptors. البايندنج ده هينتج عنه ايه بقى؟ هينتج عنه سيجنالز هتزود ال MHC class 2 expressions وال costimulator expressions، تمام؟ فده كده بيعمل enhancement للفانكشن بتاعت ال antigen presenting cells. مش كده بس، ده كمان ال exposure للميكروبيال برودكتس ده زي dendritic cells مثلا هيؤدي الى expression لحاجه اسمها chemokine receptors. كيموكاين ريسبتورز دي عبارة عن ريسبتورز بتعمل بايندنج للكيموكاينز موجود عند الدندريتك سيلز، بتخلي الدندريتك سيلز تعمل مايجريشن توورد الكيموكاينز الموجود، تمام، لغاية ما توصل لإيه؟ للتي سيل اريا عشان تعمل لها اكتيفيشن. طيب رابع حاجة عندنا، الانتيجن بريزنتنج سيلز دي اللي هي عملت برزنتيشن للانتيجن هتستقبل سيجنالز او باك سيجنالز، تمام، ليها هي من الاكتيفيتد نايف تي سيلز، نايف سي دي 4 تي سيلز، تمام. يعني هي مش بس بتعمل برزنتيشن الانتيجين وبتعمل كوستيميليتوري سيجنالز، لا، هي كمان ريسيف سيجنالز اكتيفيشن ليها هي من الاكتيفيتد سي دي 4 نايف تي سيلز. هندي امثله زي ايه؟ زي مثلا السي دي 4 تي سيلز دي الاكتيفيتد بيبقى عليها مولكيول اسمه السي دي 40 ليجند. سي دي 40 ليجند اسمه الثاني سي دي اللي هو سي دي 154، تمام، بيسموه سي دي 40 ليجند اللي هو بيعمل بايندنج ليه بقى؟ للسي دي 40 اللي هو موجود على مين؟ على الانتيجن بريزنتنج سيلز زي الدندريتك سيل والماكروفاجز، تمام. يبقى ده هيطلع السي دي 40 ليجند اللي هو بيعمل بايندنج للسي دي 40 الموجود على الانتيجن بريزنتنج سيلز، تمام. طب بيعمل ايه تاني؟ ده كمان النايف تي سيلز دي سي دي 4 نايف تي سيلز بتطلع كمان السيتوكاينز اشهرهم الانترفيرون جاما
انترفيرون جاما ده الميجور اكتيفيتور سيتوكاينز للماكروفاجز اللي هي انجيو بريزنتنج سيلز. خلاص، فدي امثله للباك سيجنالز اللي هي ايه بتعملها النايف اكتيفيتد نايف تي سيلز للانجيو بريزنتنج سيلز. تمام، ايه وظيفه بقى السيجنالز باك سيجنالز دي؟ مور اكتيفيشن بقى للانجيو بريزنتنج سيلز. الانجيو بريزنتنج سيلز عندها دلوقتي بعد ما خدت الباك سيجنالز دي حصل لها انكريزد ابيليتي to process and to present antigens، وكمان increased co-stimulator expression and cytokine secretion that activate T cells تاني مرة تاني. فالعلاقة كده ما بينهم زي ايه، نفع واستنفع، يعني ده ينفع ده وده بيحصل له activation، ده ينفع ده وهكذا لغاية ما يحصل ال full immune response. طيب هنتكلم عن الفرق ما بين الثلاثة antigen presenting cells dendritic cells والماكروفاجز والبي سيلز. الدندريتك سيلز هي من شكلها ليها لونج بروسيسز، تمام، الماكروفاجز تمام كبيرة في الحجم وبيبقى ليها قابلية ان هي تعمل فاجوسيتوزس. البي سيلز عليها البي سيل ريسبتورز اللي باللون الأزرق احنا شايفينها، تمام، اللي هي عبارة عن سيرفيس اميونو جلوبولين اي جي ام. اول حاجة هتكلم عليها الانتيجين ابتيك. الانتيجين ابتيك هنا عن طريق الماكرو فاينوسيتوزس او الفاجوسيتوزس. تمام، الفرق ما بين الاثنين ان دي الاولانية بتحصل باسيفلي، التانية بتحصل اكتيفلي. تمام، هنا برضو نفس القصة في الماكروفاجس، الماكروبينوسيتوزس والفاجوسيتوزس. تمام، البي سيل بقى مختلفة أكتر. البي سيل بتعمل إيه؟ بتتعرف على الأنتيجين بتاعها أو بتقدر تعمل أبتيك الأنتيجين بتاعها عن طريق السيرفس أمينو جلوبلين أو البي سيل ريسبتورز. الأنتيجين هيحصل له بايندينج زي ما إحنا شايفين، وبعد كده تعمل إيه؟ تعمل بتدخل انترنايزيشن لكل الجزء ده جواها، وبتعمل بقى إيه؟ بروسيسنج وبرزنتيشن للأنتيجين. تمام؟ تاني حاجة هتكلم على الام اتش سي اكسبريشن. ال MHC expression حسب نوع dendritic cells. في نوع اسمه tissue resident dendritic cells هنتكلم عليها، بيبقى فيها low MHC expression level. ال MHC طبعا اللي نقصد بيه اللي هو type 2، تمام، او class 2. بالنسبة لل dendritic cells الموجودة في lymphoid organs بيبقى عليها high لان حصل لها stimulation، فال MHC class 2 expression زاد. فلو هي لو موجودة في التيشوز بتبقى لو، ولو موجودة في الليمفويد اورجنز خلاص هي حصل ليها هاي اكسبريشن للايه؟ للـ MHC class 2. الماكروفاجز بتبقى الـ MHC expression inducible by bacteria or cytokines، يعني هي اصلا ما بيكونش عليها كتير او ما بيكونش عليها خالص MHC class 2، مجرد ما تتعرض للبكتيريا او cytokines بتبقى ايه زي ما موجود هنا plus 3 MHC class 2 expressions. هنا بقى في البي سيلز هي موجودة أصلا عليها constitutive، تمام، بس بتبقى increased لما بيحصل activation. تمام، هو بيقول هو من plus 3 plus 4، يعني هي موجودة عليها أصلا من الأول plus 3، ولما بتحصل لها activation بتزيد شوية تبقى plus 4. تمام، رابع حاجة co-stimulation delivery. تمام، ان هي بتقدر تعمل برزنتيشن للكوستيميليتور مولكيولز اللي هي بتعمل سكند سيجنالز بتاعه السي دي نايف سي دي 4 هيلبر سيل اكتيفيشن. تمام، الكوستيميليشن ديليفري هنا انديوسبل، تمام، هاي اون دندريتك سيل انفويد تيشو، تمام، عشان حصل له ايه اندكشن. هنا برضو انديوسابل وهنا انديوسابل. تمام، اللوكيشنز، اللوكيشنز هنا يوبيكوتس. يوبيكوتس معناها وايد وايد وايدلي سبريدد، يعني ثرو اوت ذا بودي، منتشر في كل حته في الجسم. تمام، ده بالنسبه للدندريتك سيلز. اللوكيشن بتاع الماكروفاجز طبعا في الليمفويد تيشو والكونكتيف تيشو والبودي كافيتيز. اللوكيشن بتاع البي سيلز في الليمفويد تيشو والبريفرال بلود. تمام، الافكت بقى، الافكت اول الافكت بتاعها في الايه، في بعد ما عملت برزنتيشن، يعني هنا هتعمل ريزلت ان اكتيفيشن اوف نايف تي سيلز. خلي بالنا
هنا result in activation of macrophages. يعني هو هنا بتتعرف وكله، بس هنا بتعود بالنفع عليها هي. الدنتريتك سيلز ما بتبقاش القصة مهمة قوي بالنسبة لها، قد ما هي تعمل activation naive cells. هنا هو هيعود عليها بالنفع ان هي تبقى activated macrophages، وفي نفس الوقت بقى هتبقى قدرتها على الكيلينج بالميكروبس والفاجوسايتوز والحاجات دي كلها اقوى بكتير من النون اكتيفيتد ماكروفاجز. بالنسبه للبي سيلز الافكت اللي هيحصل في النهائي بتاعها اللي هي ايه، ديليفري للهيلب تو بي سيلز. يعني هي بتتعرف على تايم برزنتيشن الانتيجن، مستنيه مين بقى؟ مستنيه التي سيلز اللي هي الاكتيفيتد ان هي تبعت لها سايتوكاينز وتبعت لها كوستيميليتور سيجنالز عشان يحصل هيلب للتي سيلز عن طريق السي دي 4 في هيلبر سيلز. والبي سيلز دي بعد كده يحصل لها اكتيفيشن وتبدا تفرز الانتي بودي، بدل هي موجوده على السيرفيس كده تبدا تصنعها وتفرزها بره، تبدا تروح بقى ايه تهاجم الميكروبس في اي مكان في الجسم. طب الرول اوف دنتريتك سيل ان انتيجين برزنتيشن، هتكلم اول حاجه على الميكروبيال انتيجين انتري. تمام، الميكروب بيدخل الجسم عن طريق كذا روت، ممكن يدخل عن طريق السكن باي كونتاكت، او الجي اي تي عن طريق الانجيشن، او طريق او ريسبيرتوري تراكت عن طريق انهاليشن، او جينيتي يورينري تراكت عن طريق السكشوال كونتاكت، او دايركتلي يدخل على البلود ستريم عن طريق الانجيكشن مثلا، او الـ ممكن الانفلاماتوري تيشو او الانفكتد تيشو بيبقى دي مكان البرودكشن بتاع الميكروبيال انتيجنز. كل الاماكن دي ممكن يبقى مصادر للميكروب الانتيجين يدخل منها. المفروض احنا عندنا عدد محدود من النايف تي سيلز سبيسيفيك للانتيجينز ده. النايف تي سيلز دي موجوده فين؟ موجوده في السكندري ليمفويد اورجانز زي الليمف نودز وزي السبلين. تمام، المفروض بقى هي تقابل الانتيجين بتاعها ده عشان تبقى يحصل لها اكتيفيشن وتعمل اليمينيشن الميكروبيال انتيجين ده. طب في طريقتين عندنا. اول طريقه اللي هي ان انا احط دنتريتك سيلز في كل الجسم، بتكون زي شبكه واسعه. تمام، من الدنتريتك سيلز باللونج بروسيس بتاعتها دي تقدر تعمل كابشر لاي انتيجين موجود في الجسم. تمام، يعني ادي مثال عندنا اهو، ادي دنتريتك سيل اهي. تمام، قدرت تعمل كابشر للانتيجين، ادي ميكروب دخل عن طريق الابسيليوم خدته دنتريتك سيل عن طريق الريسبتورز، حصل انترنالايزيشن للانتيجين هنا اهو. تمام، بعد كده نفس الدنتريتك سيل دي حصل لها مايجريشن عن طريق الليمفاتيك فيسلز خلاص لغايه ما راحت اقرب ليمف نودز ليها، وبتدور على الايه، تعمل برزنتيشن للانتيجين ده للسبيسيفيك نايف تي سيلز. تمام، اللي هي السي دي 4 نايف تي سيلز خلاص. طيب ما لقيتش في الليمف نود دي، هتروح عن طريق الليمفاتيك سيستم لغايه الليمف نود اللي وراها واللي وراها وهكذا لغايه ما تقدر تقابل التي سيلز اللي هي سبيسيفيك للانتيجين ده. تمام، دي طريقه، اول طريقه قلنا اللي هي طريقه الدندريتك سيلز. طيب الطريقه الثانيه، لا ممكن بقى الانتيجين نفسه يدخل في يوصل لغايه المكان بتاع التي سيلز مباشره عشان تستقبله الدندريتك سيلز الموجوده هناك، تعمل برزنتيشن دايركتلي للتي سيلز. يعني مثلا ادي عندنا هو سيل فري انتيجين، يعني ادي انتيجين هو مش موجود جوه الدنتريتك سيلز ولا حاجه، هو كمان ممكن يدخل للليمف اهو زي ما هو واضح اهو. تمام، يبقى دخل كده عن طريق الليمف ودخل وجوه الليمف نود في بقى مستنيه الدنتريتك سيلز هناك، قدرت تاخده. دي بيسموها ريزيدنت دنتريتك سيلز، ريزيدنت دنتريتك سيلز اللي هي موجوده هناك، وعملت له ايه كابشر وبرزنتيشن جوه الليمف نودز. يعني هو جيب نفسه بقى الليمف نود دي طريقه. في طريقه ثانيه ان هو ممكن يدخل عن طريق البلاز ستريم، ادي الانتيجين اهو، يدخل عن طريق الفينيول وبعد كده بيروح السيركيليشن لغايه ما يوصل للسبلين. السبلين ده بقى ايه، اكبر ليمفويد اورجنز موجود، ده اللي هو وظيفته برضو زي الليمف نود بالظبط، في برضو في ريزيدنت دنتريتك سيلز وفي تي سيلز اللي هي سبيسيفيك للانتيجين ده. تمام، مجرد ما يحصل هتعمل له الدنتريتك سيل الموجود، هتعمل له كابشر برضو. تمام،
وتعمل برزنتيشن لمين؟ للتي سيلز. مش برضه الدندريتك سيلز بس، ممكن كمان تبقى في بي سيلز زي المارجنال زون بي سيلز اللي حكينا عليها، تاخد برضو الانتيجين ده دايركتلي اللي بيوصل عن طريق البلاد للسبلين وتعمله برزنتيشن للتي سيلز. تمام، يبقى احنا كده اتعرفنا على الميكروبيال انتري انتيجين انتري، تمام، وعرفنا ازاي بيدخل الجسم وايه الطرق اللي بيوصل بيها للنايف تي سيلز اللي هي سبيسيفيكلي. طيب بعد ما اتكلمنا عن الميكروبيال انتري نتكلم عن الانتيجين ريكوجنيشن اكتيفيشن اوف دندريتك سيلز. ادي الرسم اللي عندنا دي فيها دندريتك سيل اهي موجوده، المثال بتاعنا هنا السكن. تمام، دندريتك سيل موجوده في الابيسيليوم بتاعت السكن اسمها لانجر هانز سيلز، بتتعرف على الميكروبيال انتيجين اهو. تمام، بتعمله انترنالايزيشن جوه خلاص، او ممكن في حاجه اسمها ديرمال طبقه الديرمس دندريتك سيلز برضو بتتعرف او كابشر الانتيجنز. تمام، والاثنين دول بعد ما بيعملوا ريكوجنيشن بتبقى ايه بقى، بيحصل اكتيفيشن للدندريتك سيلز. تمام، يعني دي بيكام اكتيفيتد ودي بيكام اكتيفيتد. الاكتيفيشن ده بيتم عن طريق ان هو بايندينج للانتيجين للباترن ريكوجنيشن ريسبتورز الموجودة هنا أو هنا في الدندريتك سيلز. تمام، بيحصل اكتيفيشن للدندريتك سيلز، وبعد كده في وجود السيتوكاينز بتاعت الانيت اميون ريسبونس زي الانترلوكين 1 والتي ان اف الفا، ده كله بيخلي يحصل اكتيفيشن برضه للدندريتك سيلز، وتبدا في خطوه بقى ايه الخطوه اللي وراها اللي هي المايجريشن. المايجريشن طيب الخطوة اللي وراها بقى اللي بيحصل migration of dendritic cells، وفي وسط المايجريشن ده وهي بتعمل migration بيحصل maturation في الطريق، بيحصل maturation في الطريق. تمام كده، يبقى migration و maturation of migrating dendritic cells. طيب المايجريشن ده بيتم ازاي؟ لازم عشان يتم بعد ما حصل activation زي ما قلنا في الأول. تمام، activation بدأت بقى dendritic cell ايه تفقد القدرة على البقاء في المكان ده. تمام، وكمان هتعمل اكسبريشن للكيموكاين ريسبتورز اسمها سي سي ار 7. زي ما قلنا كيموكاين ريسبتورز عباره عن يا اما سي سي او سي اكس اكس سي. تمام، سي سي ار معناها كيموكاين ريسبتور. تمام، كيموكاين ريسبتور 7 دي بتعمل اكسبريشن بيبقى موجود على السطح بتاع الاكتيفيتد دندريتك سيلز. كيموكاين ريسبتور 7 ده او سي سي ار 7 بيتعرف على كيموكاينز بقى، كيموكاينز دي اللي هي سي سي ال 19 وسي سي ال 21. موجودين فين بقى؟ موجودين في التي سيل زون بتاع اللي هي البارا كورتكس الموجوده في الليمف نودز. تمام، موجوده بكميات كبيره قوي الكيموكاينز دي. تمام، الكميه دي بتقل بالتدريج لغايه ما توصل ايه هنا. الاكتيفيتد دندريتك سيل دي اللي عليها سي سي ار 7 تبدا تشوف الكيموكاين موجود فين وتروح له. تمام، الجريدينت هنا اعلى من الجريدينت هنا، في حاجه اسمها انكريزنج جريدينت، يعني بتبقى الجريدينت بتاعت الكيموكاينز نفسها قليله وتبدا تزيد 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 تووردز للتي سيل اريا الموجوده في الليمف نود. هي عليها ريسبتورز، الريسبتورز تروح من الاماكن اللي هي الاقل في الكيموكاينز تعمل بايندنج للكيموكاينز، لو لقيت مكان الجريدينت اعلى تسيب المكان الجريدينت اقل فيه وتروح للمكان الاعلى، وهكذا بالتدريج لغايه ما توصل للتي سيل زون الموجوده جوه الليمف نودز. تمام، زي ما قلنا في الطريق وهي بتعمل المايجريشن ده هيحصل لها ماتوريشن. تمام، النت ريزلت في الاخر من الموضوع ده ان الدندريتك سيل قدرت تعمل كابشر للانتيجين. تمام، وقدرت تعمل مايجريشن وقدرت تعمل برزنتيشن للانتيجين للنايف سي دي 4 تي سيلز. تمام، القصه دي عشان يبدا التي سيل ريسبونس يحصل تقريبا بتبقى ما بين 12 و 18 ساعه من الانتري بتاع الانتيجين
في السكن لغايه ما يحصل التي سيل ريسبونس. هنقول دلوقتي الفرق ما بين انواع الدندريتك سيلز من حيث الفانكشن. تمام، في عندنا التشو ريزيدنت دندريتك سيلز، دي بتبقى ريستنج دندريتك سيلز. تمام، وفي الاكتيفيتد دندريتك سيلز اللي هي قبلت الانتيجين. تمام، دي موجوده فين؟ دي موجوده قلنا في البورتال اوف انتري لكل الجسم، وعامله زي نتورك من اللونج بروسيسز بتاعت الدندريتك سيلز، بحيث تقدر تعمل كابشر الانتيجين من كل مكان. يبقى وصفتها الاساسيه كابشرنج انتيجين. تمام، وانس حصل كابشرنج للانتيجين بتتحول بقى الاكتيفيتد دندريتك سيلز اللي هي وظيفتها الاساسيه مش كابشرنج بقى، لا انتيجين برزنتيشن. تقدر تعمل برزنتيشن الانتيجين، تبدا تكون على سطحها الام اتش سي 2 مولكيولز، وتقدر تعمل برزنتيشن انتيجين للتي سيلز نايف تي سيلز. تمام، تاني نقطه الاكسبريشن بتاع الاف سي ريسبتورز اند مانوز ريسبتورز. مانوز ريسبتورز دي قلنا واحده من الباتر ريكوجنيشن ريسبتورز. تمام، هنا طبعا موجود بكميه كبيره الاكسبريشن على التشو ريزيدنت سيلز، عشان هي وظيفتها اساسا كابشر الانتيجين عن طريق الريسبتورز دي، الاف سي ريسبتورز او مانوز ريسبتورز. مانوز ده السكر الموجود على السيرفيس بتاع الميكروبس. تمام كده، فهي عندها ريسبتورز للمانوز الموجود على السيرفيس بتاع الميكروبس، بتقدر تتحد معاه وتقدر تعمل كابشر الانتيجين. خلاص بقى هنا الاكتيفيتد دندريتك سيلز خلاص وظيفه الكابشرنج للانتيجين دي اتلغت، فمش محتاجه ريسبتورز في حاجه، فلاقي الاكسبريشن بتاع الاف سي ريسبتورز والمنوز ريسبتورز تقريبا مفيش. طيب في بعد كده الاكسبريشن اوف مولكيولز انفولفد ان تي سيل اكتيفيشن. تمام، زي البي 71 والبي 72 دول كوستيميليتورز. تمام، الاي كامز 1 والانترلوكين 12، دي كلها حاجات ليها رول في التي سيل اكتيفيشن. طبعا هي كده بتبقى لو او مفيش خالص في التيشو ريزيدنت دندريتك سيلز، وبتبقى انكريزد في الاكتيفيتد دندريتك سيلز. تمام، الام اتش سي كلاس 2 مولكيولز الهاف لايف بتاعتها هنا اهو 10 اور بس، اباوت 10 اور بس. تمام، هنا اكتر من 100 اور خلاص. تمام، لان هنا وظيفتها الاساسيه البرزنتيشن، هنا وظيفتها الاساسيه الكابشرنج انتيجن. النمبر اوف سيرفيس مولكيول هنا هنلاقيه قليل برضو، اباوت 10 اس 6. تمام، يعني مليون هنا 7 مليون، 7 مليون اباوت 7 مليون، عدد كبير طبعا عشان دي وظيفتها في الايه في الانتيجن برزنتيشن. طب هتكلم عن the properties of the dendritic cells make them the most efficient antigen presenting cell for initiating T cell responses. ايه ال properties الموجودة في dendritic cells دي بيخليها ال most efficient antigen presenting cells؟ اول حاجة اللي هو ال strategic location، الموقع الاستراتيجي بتاع dendritic cells، ده بيخليها متوزعة في كل الأماكن أو البورتال اوف انتري بتاعت الميكروبيال انتيجنز، فبالتالي بتقدر تقوم وظيفتها في الكابشرنج انتيجين. تاني حاجة الاكسبريشن اوف ريسبتورز اللي هي بتخليها تقدر تعمل كابشرنج الانتيجنز، زي ال اف سي ريسبتورز والباترن ريكوجنيشن ريسبتورز. تالت حاجة ليها ability to migrate and to circulate to T-cell zones of lymphatic tissue عن طريق الـ expression بتاع الكيموكاين ريسبتورز اللي قلنا عليها زي CCR7. رابع حاجة الـ ability بتاعتها انها تعمل activation للـ naive T-cells سواء عن طريق الـ antigen presentation او عن طريق الـ costimulation او عن طريق الـ cytokines اللي بتفرزها. اخر حاجه في حاجه اسمها specialized form of dendritic cells اللي هي اسمها cross presenting dendritic cells. ايه cross presentation ده؟ المفروض زي ما قلنا في الاول ان الانتيجين عندنا لينا تو sources للانتيجين، يا اما جوه السيتوسول او السيتوبلازم،
وده بيتعمل له برزنتيشن بال MHC 1 مولكيول او كلاس 1 مولكيول. تمام، او الانتيجين ده يبقى اكسترا سيلولار، يحصل له انترنالايزيشن. تمام، ويتعمل له اكسبريشن بال MHC كلاس 2 مولكيول. الكروس برزنتيشن بقى ان هو بيحصل تداخل في القصه دي. يعني ايه؟ يعني الانتيجين اللي هو الاكسترا سيلولار، تمام، بيحصل له فاجوسايتوزيس او انترنالايزيشن. تمام، وبيحصل اسكيب للانتيجين ده من الفاجوسوم خلاص للسيتوسول، وبعد كده يتعمل له برزنتيشن للايه؟ لل MHC كلاس 1. تمام، عن طريق ال MHC كلاس 1. يعني هو عباره عن في الاخر اكسترا سيلولار انتيجين اتعمل له برزنتيشن على MHC كلاس 1 بدل MHC كلاس 2، وده بيسموه كروس برزنتيشن. هتكلم دلوقتي ازاي different types of antigen presenting cells. تمام، هتساهم او serve distant functions في T cell dependent responses. يعني في T cell dependent responses. تمام، antigen presenting cell دي بتأدي function فيها بطرق مختلفة. يعني زي dendritic cells مثلا. تمام، والmacrophages وB lymphocytes. تمام، الكلاس 2 MHC expression هنا في dendritic cells increase with maturation، هو بيبقى موجود بس increase with maturation و increase في وجود الانترفيرون جاما. تمام، macrophages هنا بتبقى inducible by interferon gamma ال MHC 2 expression. inducible يعني ايه؟ يعني مبيبقاش موجود اصلا، ولما يتعرض للانترفيرون جاما اللي هو المين cytokine بيعمل activation للmacrophages، يبقى ده كده ايه؟ بيحصل اندكشن للايه؟ لكلاس ام اتش سي 2 كلاس 2 ام اتش سي اكسبريشن. البي لينفوسايتس برضه نفس القصه، بس ايه بقى السيتوكاين المختلف اللي هو الانترلوكين 4 تبقى موجوده وبتزيد بوجود انترلوكين 4. تمام، الكوستيميليتورز اكسبريشنز هنا increased with maturation، تبقى موجودة فعلا بس increased with maturation و induced by TLR ligands و interferon gamma و CD40-CD40L interactions. الماكروفاجز زيها برضو. تمام، الـ B lymphocytes الـ postimulator expression بيبقى induced by CD40-CD40L ligand interaction، والبي سي ار كروس لينكينج اللي هو الانتيجين بيتحد مع كذا بي سي ار ريسبتورز في نفس الوقت، فبيعمل حاجه اسمها كروس لينكينج للبي سيل ريسبتورز. تمام، ده على طول بيعمل اكتيفيشن وبيخلي فيه كوستيميليتور اكسبريشن. طيب الاند ريزلت بتاعت كل واحده ايه بقى؟ الدندريتك سيلز دي بتعمل انجين برزنتيشن للنايف تي سيلز، دي اهم نقطه للنايف تي سيلز، اللي هي بتعمل حاجه اسمها برايمنج للتي سيلز او انيشيشن للتي سيل ريسبونسز تو بروتين انتيجنز. تمام، فدي طريقه. الماكروفاجز بقى الفانكشن بتاعتها بطريقه تانية خالص، بتعمل انتيجن برزنتيشن مش للنايف بقى، للسي دي 4 افكتور تي سيل ده. تمام، فين في الافكتور فيز بتاع سيل ميديتد اميون ريسبونس؟ عارفين احنا ادابتيف اميون ريسبونس عباره عن سيل ميديتد وهيومرال. تمام، هنا الماكروفاجز بتعمل انتيجن برزنتيشن للافكتور تي سيلز، سي دي 4 بوزيتيف افكتور تي سيلز. البي سيلز بقى هتفرز انتي بودي، يبقى تبع الهيومرال اميون ريسبونس. تمام، يبقى الانتيجن برزنتيشن هنا للهيلبر تي في وجود الهيومرال اميون ريسبونس. تمام، عن طريق تي سيل بي سيل انتر اكشن. الهدف منها ايه؟ الهدف من البرزنتيشن ده ايه؟ يعمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تبدا تعمل سكريشن للاميونوجلوبولينز وتعمل اليمينيشن للميكروبس. يبقى احنا عندنا كل انتيجين بريزنتنج سيلز من دول، تمام، ليها فانكشن مختلفه. هم كلهم انتيجين بريزنتيشن بس كل واحده ليها رول معين
ازاي بتعمل او بتوظف التي سيل ديبندنت ريسبونس. هنتكلم دلوقتي عن الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس او الام اتش سي. الكومبلكس اقصد بيه العباره عن مجموعه من الجينز موجوده في اللوكيشن بتاع الام اتش سي كومبلكس على الكروموسوم رقم 6 الشورت ار. الشورت ار كلمه ام اتش سي او اقصد بيها اللوكيشن نفسه على الكروموسوم. تمام. الام اتش سي ده ينقسم لجينز تمام تحتيه هنحكي عليها كلها. والاكسبريشن بتاع الجينز ده هيعمل لي حاجه اسمها ام اتش سي بروتينز او مولكيولز. تمام. فلازم واحنا بنتكلم نعرف نميز احنا بنتكلم على الجينز ولا على البروتينز. الام اتش سي اصلا او ما ليها الاسم القديم بتاعها اللي هو اتش ال اي هيومن ليكوسيتيك انتيجنز. الاسم ده ليه كان موجود الاول عشان هي اول مره اكتشفت على السيرفيس بتاع الليكوسايتس فسموها هيومن ليكوسايت او ليكوسيتيك انتيجنز. دي الام اتش سي مولكيولز بمثابه يونيك ايدنتيفيكيشن ماركرز فور ايفري انديفيديوال. عشان الجينيتك سيكونس بتاع الام اتش سي جين بيختلف باختلاف الانديفيديوالز. هنبدا نشرح الام اتش الام جي ام اتش سي جين لوكاي ونتكلم عن كل واحده فيهم. الشكل ده بيوضح السيل. الجزء اللي فوق ده سيل ميمبرين. تمام. هنا اهو هنتكلم عن الدي الخط ده اللي جوه ده عباره عن الشورت ارم بتاع كروموسوم 6 اللي عليه الام اتش سي لوكيشن. عندنا الام اتش سي ينقسم الى جينز هنبدا نشرحها. الجينز دي بيحصل لها اكسبريشنز الام اتش سي جين برودكتس او اللي انا بسميها ام اتش سي مولكيولز. طيب اول لوكس عندنا اللي هو ال MHC class 1 لوكس. ده عبارة عن حاجة اسمها classical MHC 1 genes non-classical MHC 1 genes. الكلاسيكال MHC 1 genes بيسموها MHC 1A والnon-classical اسمها MHC 1B. الرسمة اللي بنشرح فيها دي هتشرح الكلاسيكال بس، نون كلاسيكال هنشرحها في رسمة تانية in details. تمام. فكلاسيكال جينز بتاعة ال MHC class 1 تتكون من ثلاث جينات رئيسية ال A وال C وال B. تمام. اللي هو بيسموها HLA جين HLC جين وال HLB جينز. هو الترتيب بتاعهم كده A و B ويقع ال C ما بينهم. تمام. دول انكودنج لايه بقى؟ انكودنج للالفا تشين. الالفا تشين دي بتاعت ال HLA ودي انكود الالفا تشين بتاعت ال HLB ودي انكود الالفا تشين بتاعت ال HLC. الجزء اللي بالاورنج ده تمام ده اللي عباره عن الفا تشين. الالفا تشين دي عباره عن ثلاثه دومينز الفا 1 والفا 2 والفا 3 كل واحده فيهم هم كلهم سيميلر في الاستراكشر. وبعد كده بيحصل لهم بايندنج بحاجه اسمها بيتا 2 مايكرو جلوبلين. تمام. ده تركيب ال MHC 1 مولكيول. تمام. عباره عن الفا تشين انكودد بالجين الموجود على الكلاس 1 لوكس. تمام. وبيتحد معاه في الاخر البيتا 2 مايكرو جلوبلين. ده بيجي من الجين بتاعه موجود فين؟ على الكروموسوم 15. كروموسوم 15 هو اللي بينتج البيتا 2 بيحصل اكسبريشن للجين بتاعه وبيدينا بيتا 2 مايكرو جلوبلين. الاتحاد بتاع البيتا 2 مايكرو جلوبلين مع الالفا تشين بيدينا كومبليت كلاس 1 ام اتش سي. يعني الرسمه كده النهائيه بلاقي ان في برجل واحده. تمام. لان هي الفا تشين واحده ومفيش مفيش ترانس ممبرين بارت للبيتا 2 مايكرو جلوبلين بتبقى طايره فوق زي ما احنا شايفين. تمام.
فاحنا هنميز كلاس 1 معناها رجل واحده بس كلاس 1، عشان ايه لما نيجي نشوف الرسومات بعد كده هتلاقوها ايه، هتفهموها بسرعه يعني. تمام. طيب اللوكس الثاني اللي هو كلاس 2، كلاس 2 لو لاحظتوا هنا كان A و B و C، هنا بقى دي سموها للكلاس 2. دي قسموها ثلاث ريجونز، دي بي ودي كيو ودي ار. تمام. الجينز بتاعت الدي كل واحده من دول عباره عن A وبي جي، يعني دي بي A ودي بي بي، دي كيو A ودي كيو بي، ودي ار A ودي ار بي. الاي انكود للالفا تشين بتاعت ال HLA MHC كلاس 2، والدي والبي اي بي معناها انكودنج للبيتا تشين. تمام. الالفا والبيتا تشين دول بيكونوا لي الام اتش سي كلاس 2. الاستراكشر بتاعه مشابه قوي للام اتش سي كلاس 1، مع فرق ان هنا الالفا تشين عباره عن تو دومينز بس، الفا 1 والفا 2، وفي بيتا تشين بيتا 1 وبيتا 2 دومينز برضه. هنا هو لا، هنا الالفا تشين عباره عن 3 دومينز، الفا 1 الفا 2 الفا 3، وبيعمل بايندنج للايه، للبيتا 2 مايكرو جلوبولين. تمام. الشكل النهائي ليها ان هي ليها 2 ترانس ميمبرين بارتس. احنا بنقول ام اتش سي كلاس 2 يبقى هنا ادي 2. تمام. ودي ام اتش سي كلاس 1 يبقى دي 1، عشان لما تيجي تبص على الرسمه بسرعه بعد كده لو لقيتها ليها 2 ليجز كده يبقى دي ام اتش سي كلاس 2، لو لقيتها واحدة بس يبقى دي MHC كلاس 1. تمام. برضو ال MHC كلاس 2 ليها كلاسيكال جينز اللي احنا شرحناهم دلوقتي دول، وفي نون كلاسيكال جينز. نون كلاسيكال جينز اللي هي عبارة عن جينز تانية غير دول. تمام. بيبقى انكودنج لبروتينات تانية ليها دور في الانتيجين برزنتيشن، زي ال DO وال DM وال LMP وال TAB، ودول هنشرحهم بالتفصيل بعد شوية. تمام. بصفة عامة الكلاسيكال جينز زي ال MHC1A أو ال MHC2A دول بيبقوا هايلي بوليمورفيك، يعني فيها بوليمورفيزم كاملة. نشرح هنا ايه بوليمورفيزم. بعكس النون كلاسيكال بتبقى ليميتد، او اسمها ايه، ليميتد بوليمورفيزم. ليميتد بوليمورفيزم. طيب في لوكيشن ثالث اسمه ام اتش سي كلاس 3. الكلاس 3 ده ريجون بيبقى موجود او لوكس بيبقى موجود ما بين الكلاس 1 لوكس وكلاس 2 لوكس. تمام. ده مش involved في الانتيجين برزنتيشن ولا حاجه. تمام. يعني انا اللي يهمني في الانتيجين برزنتيشنز اللي هو اللوكس بتاعت كلاس 1 واللوكس بتاعت كلاس 2. 3 بقى ده عباره عن انكودنج لبعض البروتينز اللي ليها علاقه بالاميون سيستم، زي مثلا السيتوكاينز. امثله ليها اللي هي التي ان اف الفا، ده تي ان اف الفا. تمام. حاجه اسمها لينفوتوكسين عباره عن تو تشين الفا وبيتا. الاي ده الاي جين بينكود للالفا تشين، والبي جين انكود البيتا تشين بتاعت اللينفوتوكسين، اختصاره ال تي. تمام. دايما ده التي ان اف دايما ما بين الاثنين دول كده، يعني في الاستراكشر بتاعه ولا في السيكونس ان هو التي ان اف يقع ما بين الالفا والبيتا تشين بتاعت اللينفوتوكسين. طيب غير السيتوكاينز مين في كومبلمنت بروتينز؟ اشهرهم ال سي 2 كومبلمنت 2، والسي 4 الاي والبي اللي هم الالفا والبيتا تشين، والفاكتور بي ده برضو من الكومبلمنت سيستم. كل دول اسمهم كومبلمنت بروتينز، هنشرحهم بالتفصيل ان شاء الله في الدرس بتاع الكومبلمنت سيستم. في حاجات تانية في حاجات تانية بس مش موجودة في الرسم هنا، زي الاسترويد 21 هيدروكسيليزز، والهيت شوك بروتين 70. تمام.
تمام. الحاجات دي مش موجودة في الرسمة، في رسمة تانية ديتيلد عن الرسمة دي هنشرحها دلوقتي. نظرة عامة كده للرسمة، يبقى احنا عندنا كده عبارة عن جزء جينز، ده كله على بعضه كده اسمه MHC complex او Major Histocompatibility complex. كل ده عبارة عن 3 regions تمام، او 3 loci، locus لل1 ولوكس لل2 ولوكس لل3. اللوكس 1 و2 involved في الانتيجين برزنتيشن، اللوكس 3 ده مش involved خالص في الانتيجين برزنتيشن، بيطلع منه سايتوكاينز وكومبلمنت بروتينز. احنا اتكلمنا عن جزء الجينز، وده على السيرفيس بقى الاكسبريشن بتاع الام اتش سي كلاس 1 مولكيولز اللي هما الاي والبي والسي، والام اتش سي كلاس 2 مولكيولز اللي هي الاتش ال اي دي بي ودي كيو ودي ار تمام. كل واحده منهم ليها الفا وبيتا تشين زي ما احنا شايفين. طيب ال MHC class 2 genes بقى هنشرحهم بطريقة مفصلة شوية أكتر عشان نفهم. قلنا في classical و non classical. ال classical بيسموها MHC 2A و non classical اسمها MHC 2B تمام. ال MHC classical قلنا زي ما وشفنا في الرسمة عبارة عن HLA DB و DQ و DR تمام. كل واحدة من دول ليها ألفا تشين وبيتا تشين تمام. الدي بي ليها ألفا تشين واحدة بس، جين واحد، والبي ليها جين واحد برضه تمام خلاص. الكيو بقى عندنا الجين نفسه فيه اتنين ألفا تشين، واحدة منهم هي الإكسبريست والتانية لا تمام. نفس القصة في البيتا تشين برضه، يعني عندنا A1 و A2 و B1 و B2 ده بالنسبة للDQ. DR الألفا تشين عندنا ألفا تشين واحدة، جين واحد اسمها DRA. البي بقى يا إما نلاقيها واحدة بس زي HLA DRB1، وفي individuals ثانيين بيبقى عندهم تشين تانية، تشين تانية B، تبقى واحدة من التلاتة دول B3 أو B4 أو B5. يبقى يا إما عنده جين لوحدة بس او اتنين جينز، واحدة من الاتنين جينز دول للبي 1 والتانية لواحدة من دول التلاتة او الاربعة او الخمسة تمام. النون كلاسيكال في حاجة اسمها HLA-DM HLA-DO، طبعا هم خدوها ايه الDM. الDM يعني هم كل الكلاس 2 عبارة عن اولهم D، فهو كمل بقى بقية الترقيم فخلاها A D M و T O. برضو كل واحدة منها A و B اللي هما بيمثلوا الألفا جين والبيتا جين تمام. هنشرح الرول بتاع ال H L A D M في الآخر تمام. يبقى كده فهمنا القصة ازاي التقسيمة بتاعتهم، ان هما في كلاسيكال ونون كلاسيكال. كلاسيكال اللي هي M H C كلاس A، M H C ونون كلاسيكال M H C كلاس 2B، دي 2A ودي 2B. طيب دي ديتيلد ماب لللوكاي كلهم تمام، بس هي متقسمة على أربع أجزاء. هنبتدي من هنا اللي هو من العلم الأحمر ده تمام. هنرقم من أول زيرو لغاية ألف بيز، ألف كيلو بيزس تمام. بعد كده من ألف لألفين، ومن ألفين لتلات آلاف، ومن تلات آلاف لأربعة آلاف. الطول بتاع الكلاس 2 لوكس تقريبا about ألف بيز بير، وال 3 بيبقى برضو ألف. الكلاس 1 لوكس تقريبا ألفين بقى، يبقى أدي ألف وأدي ألف، يبقى كده ألفين كيلو بيز بير.
طيب بالنسبة لل class 2 MHC class 2 locus زي ما هو واضح عندنا كده، أول حاجة هتمر علينا حاجة اسمها تباسين. تباسين اللي هو اختصار لكلمة تاب binding protein. تمام، تاب ايه التاب ده؟ التاب ده عبارة عن بروتين مسؤول ان هو بيدخل البيبتايد الاندوبلازميك ريتيكولوم في واحدة من الخطوات بتاعة الانتيجين بروسيسنج. كلمة تاب اختصار ترانسبورتر اسوشيتد ويز انتيجين بروسيسنج. تمام، تاب بايند بروتين اسمه تاني تباسين. تباسين اللي هي كلمة تاب اسوشيتد بروتين. كلمة اسوشيتد خدوا منها الاي اس، وبروتين خدوا اخرها الاي ان، فبقت في الاخر كلمة تباسين. تمام، ده هنتكلم عنه لاحقا لما نتكلم عن الايه البروسيسنج بتاع الانتيجين. بعد كده اللي هيجي وراه اللي هو دي بي. الدي بي قلنا ليه تو جينز، البي 1 والاي 1. البي للبيتا تشين والاي للالفا تشين. تمام، بعد كده في حاجه اسمها دي او، دي او اي، وفي دي او بي هيجي متاخر شويه. تمام، ده اللي هو نون كلاسيكال، نون كلاسيكال ام اتش سي 2 جينز، بتطلع حاجه اسمها دي او الاي الفا تشين والبي اللي هي البيتا تشين. تمام، تالت حاجه بعد الدي او اي هتيجي عندنا الدي ام. الدي ام ده برضو ليه رول في الانجين بروسيسنج. تمام، عباره عن برضو تو تشين، الفا تشين وبيتا تشين. تمام، بعد كده هيجي عندنا حاجه اسمها ال بي اس ام بي 9 والتاب 1، بعد كده بي اس ام بي 8 والتاب 2. ايه قصه البي اس ام؟ بي اس ام اختصار لكلمه بروتيسوم. بروتيسوم ده عباره عن كومبلكس كده من البروتينات، وظيفته هو كاتاليتيك، ووظيفته اللي هو بيعمل ديستراكشن او ايه او دايجيشن للبيبتايد تشينز، بيخليها في سمول بيبتايدز. تمام، هنشرحه بالتفصيل البروتيسوم ده. تمام، في تو سب يونتس هنا لي الجينز بتاعهم، بي اس ام اللي هو بي 9 وبي 8. بي 9 وبي 8 تمام، هنشرحهم لاحقا. لسه التاب 1 والتاب 2 دول البروتين اللي هو ترانسبورتر اسوشيتد ويز انتيجين بروسيسنج، عباره عن تو جينز بيدي كل واحده منهم بتدي تشين او دايمر. بيبقى في دايمر، التاب ده عباره عن دايمر بين التاب 1 بروتين والتاب 2 بروتين. خلاص، وده هنشرحهم برضو في وقت لاحق. تمام، بعد كده عندنا هيجي وراها الدي كيو. الدي كيو زي ما قلنا قبل كده عباره عن تو اي جينز يعني الفا 1 والفا 2 بروتينز. تمام، وفي بيتا واحده بس. تمام، المفروض لما بيحصل اكسبريشن، بيحصل اكسبريشن من البي دي طبعا، وواحده من الاي 1 او الاي 2. تمام، بعد كده وراه هيجي بعد كده الدي ار. الدي ار ده عباره عن زي ما قلنا عباره عن اي الفا تشين واحده اللي هو الجين بتاعها اسمه ايه، وفي عندنا يا اما بي 1 لوحده كده من غير اي بي تاني، يا اما معاه بي انذر بي بيبقى يا اما 2 يا سوري يا اما يبقى 3 يا 4 يا 5. تمام، هنا في الرسمه هنا موضح ان في واحد تاني اللي هو بي 5. تمام، ممكن عند واحد تاني تلاقي بي 1 وبي 3 مثلا، بي 1 وبي 4. ممكن تلاقي واحد تاني عنده بي 1 بس ما عندوش البي التاني ده خالص. تمام، عشان نبقى نفهم القصه ايه. تمام، ده ديتيلد ستراكشر بتاع الايه بتاع كلاس 2 لوكس. طيب بالنسبه للكلاس 3 لوكس، تمام، قلنا ده في بروتينز مش انكلودد في قصه الانتيجين برزنتيشن، لكن ليها رول في الاميونيتي. تمام، اهمها لو هنمشي كده بالترتيب هتبقى سي واي بي 21 بي. ايه سي واي بي ده؟ سي واي بي اختصار كلمه سيتوكروم، سيتوكروم بي. ده عباره عن استيرويد 21 هيدروكسيليز، ووظيفته بيعمل حاجه اسمها هيدروكسيليشن. هيدروكسيليشن يعني بيضيف او اتش جروب. تمام، بيعمل هيدروكسيليشن لمين بقى؟ للاسترويدز. تمام، عند البوزيشن رقم سي 21، عشان كده سموه
21 اللي هو ايه 21 هيدروكسيليز عشان بيضيف او بيعمل هيدروكسيليشن بيضيف او اتش جروب عند البوزيشن سي 21 ده بيبقى انفولفد في ايه في تصنيع الالدوستيرون والكورتيزول من الاسترويدز تمام ده عبارة عن تو برضو تو جينز البي والاي البي والاي دول بيدونا الالفا سب يونت والبيتا سب يونت بتاعت الايه اللي هو ال 21 هيدروكسيليز او السي واي بي 21 تمام في منتصف النص كده بنلاقي واحد اسمه سي 4 بي سي اللي هو بتاع الكومبلمنت والجزء الثاني بتاع سي 4 اي دول الاثنين بيعملوا اكسبريشن للبروتينز اللي هو السي 4 بعد كده الفاكتور بي بتاع ده كومبلمنت بروتين هنحكي عنه بعدين والكومبلمنت سي 2 برضه كومبلمنت بروتين في بروتين تاني اسمه هيتشوك 70 تمام برضو بيبقى موجود في النت اميونيتي ده الجين بتاعه هنمشي شويه بقى هنلاقي الجزء بتاع السيتوكاينز الليمفو توكسين بي جين والليمفو توكسين اي جين اللي هو بيدينا الالفا والبيتا تشين ووسطيهم بيقع تي ان اف الفا اللي هو السيتوكاين الشهير بتاع النت اميون ريسبونس هنمشي هنلاقي حاجه اسمها سي 1 بي ميك بي تمام مش مهم قوي نعرف تفاصيله بعد كده عندنا في الميك اي تمام دلوقتي هنشرح بقى الايه الكلاس 1 لوكس الكلاس 1 لوكس عباره عن ايه عباره عن البي والسي والاي اللي هم انكودنج لمين انكودنج للالفا تشين بتاع الام اتش سي 1 مولكيول طبعا زي ما اتفقنا هنا مفيش بيتا تشين البيتا تشين هنا حل محلها البيتا 2 مايكروجلوبولين زي ما شرحناها في الرسم قبل كده اللي باللون الاورنج دول هم الكلاسيكال ام اتش سي 1 مولكيولز او بيسموها ام اتش سي كلاس 1 اي تمام ولما مشينا كده هنلاقي ايه في النص ما بين السي والاي هيجي مع في النص ما بين السي والاي هيجي معانا الاي الاي ده برضو ده اسمه نون كلاسيكال بقى الاي وبعد كده الجي والاف الاي والجي والاف دول نون كلاسيكال هما نفس الاستراكشر بالظبط بتاع الايه بتاع الالفا تشين شبهه جدا بنفس الطريقه برضو بيتحدوا مع البيتا 2 مايكرو جلوبولين بس دول اسمهم نون كلاسيكال كلاس 1 جينز ام اتش سي كلاس 1 جينز او بيسموها ام اتش سي كلاس 1 بي تمام دول ليهم ليميتد بوليمورفيزم عكس الكلاسيكال بيبقى ايه هايلي بوليمورفيك هنحكي عليها بعدين البوليمورفيزم بالتفصيل تمام طيب هنتكلم دلوقتي على الاستراكشر بتاع الام سي بالتفصيل تمام عندنا ادي الرسمه اللي على الشمال بتوضح ال MHC1 مولكيول وادي ال MHC2 مولكيول تمام ال MHC1 يعني ايه دي رجل واحده اهو تمام عباره عن الفا تشين دي عباره عن 1 الفا تشين ومعاها بتعمل بايننج لبيتا 2 مايكروجلوبولين تمام الفا تشين ليها جزء اكسترا سيلولار بارت متقسم ل 3 دومينز الفا 1 والفا 2 والفا 3 وليها ترانس ميمبرين بارت وليها سيتوبلازميك بارت تمام ده كده الاستراكشر بتاع الالفا تشين بتاعت الايه ال ام اتش سي 1 البيبتايد بايند كريفت بيبقى ما بين بفورمت ما بين الالفا 1 والالفا 2 البوليمورفيك البوليمورفيز بتيجي منين بقى ان هنا في امينو اسيدز تمام بيسموها او ريزيديوز بيسموها بوليمورفيك ريزيديوز بتبقى متغيره ما بين المولكيول والتاني تمام في المنطقه دي بتبقى دي بتديها البوليمورفيزم او الايه او الاختلاف ما بينها وما بين اي ام اتش سي كلاس 1 تاني مولكيول كلاس 1 تاني تمام كده بيبقى موجود في الالفا 1 والالفا 2
الالفا 3 دي بتبقى انفاريانت، يعني ثابته ما بتختلفش في تركيبها قوي ما بين الايه، ما بين الام اتش سي كلاس 1 مولكيولز. يبقى الاختلاف كله فين؟ في الالفا 1 والالفا 2، بالذات الحته اللي هي قريبه من البيبتايد بايندينج كليفت. بعد كده عندنا ده الاستراكشر بتاع الام اتش سي 2. 2 اهو من اسمه يبقى فيه رجلين اتنين، تمام، عباره عن 2 بيبتايدز اللي هما الفا 1 تشين وبيتا تشين، الفا تشين وبيتا تشين. الفا 1 عباره عن الفا 1 والفا 2، والبيتا عباره عن بيتا 1 وبيتا 2، تمام. البيبتايد بايندنج كليفت بيبقى برضو في المنطقه اللي هي ما بين الالفا 1 والبيتا 1، تمام. بالنسبه للبوليمورفيك ريزيديوز بتبقى برضو بنفس الاماكن بتاعه البيبتايد بايندنج كليفتس. الالفا 2 والبيتا 2 الاثنين دول مش فيهم، بيبقوا انفاريانت برضو نون بوليمورفيك خلاص، وبيبقى متشابهة في الاستراكشر ما بينهم وما بين اي ام اتش سي كلاس 2 مولكيول تاني. دي رسمة مبسطة هنستخدمها بعد كده لشكلهم تاني. ادي الكلاس 1 وادي كلاس 2 في 2 وده كلاس 1، تمام. الفا 1 والفا 2 والفا 3 دومينز بتوع الفا تشين، وده بيتا 2 ماكروجلوبلين، وهنا في الفا 1 والفا 2 دومينز بتاعت الالفا تشين، وبيتا 1 وبيتا 2 دومينز بتاعت البيتا تشينز. الصوره دي بتوضح البايندنج بالظبط بتاع الام اتش سي اللي عليه البيبتايد للبتي سيل ريسبتورز ديورنج انتيجين برزنتيشن، تمام. عندنا السيل اللي فوق دي تي سيل، وعندنا السيل اللي تحت دي انتيجين برزنتنج سيل عليها MHC مولكيول، والتي سيل عليها تي سيل ريسبتور باللون الاورنج، تمام. وادي البيبتايد في النص، تمام. المفروض الجزء ده كده، تمام، بيسموه البيبتايد بايندينج كليفت، تمام، او جروف، بيبتايد بايندينج جروف، تمام. ده عباره عن فورمه بايه الجروف ده، بدومين الالفا 1 والالفا 2 دومينز في حالات ال MHC1، او الالفا 1 والبيتا 1 دومينز بتاعه الايه في ال MHC 2 مولكيولز، تمام. البيبتايد بايند جروب ده كان اكوموديت شورت بيبتايدز من 8 ل 9 امينو اسيد لونج، يعني اللونج 8 9 امينو اسيد جنب بعض، شورت يكون شورت بيبتايد لينير، هو يقدر يعمل برزنتيشن ليها ل ام اتش سي مولكيول لمين للتي سيل ريسبتور، تمام. النقطه دي السطح الحته دي اسمها الفلور، الفلور بتاع ايه، الفلور بتاع ال الجروف، البيبتايد بايندنج كليفت او البيبتايد بايندنج جروف، تمام. هو ده بقى الفلور ده هو اللي فيه بقى الامينو اسيدز اللي بتختلف، تمام، اللي هي ايه، بتختلف من مولكيول للتاني. هو رسم لنا هنا ادي البيبتايد في النص باللون الازرق، المنطقه دي بتاعت الفلور، تمام. حاجه اسمها ام اتش سي بوكيت، تمام، خلاص. ام اتش سي بوكيت ده عباره عن امينو اسيدز، تمام، بتتحد مع بيبتايد انكر ريزيديوز، يعني ادي واحده اهي وادي الثانيه، تمام. انكر يعني متشعلق او متعلق، او فدي اللي بتخليها تتشعلق، البيبتايد ده بيتشعلق فين؟ في الام اتش سي مولكيول، تمام. بيبتايد انكر ريزيديو. بعد كده بالنسبه للبايندنج بتاع التي سيل ريسبتورز بالام اتش سي، حاجه اسمها ام اتش سي بوليمورفيك ريزيديو، تمام، بتبقى ايه، بتخليها بايندد للايه، للام اتش سي للتي سيل ريسبتورز، تمام. البوليمورفيك ريزيديو دي السيلف انتيجين تي سيل ريسبتور بتعرف على السيلف ام اتش سي من خلالها، عشان كده قلنا في الام اتش سي ريستريكشن ما بتعرفش غير على السيلف ايه، على السيلف ام اتش سي مولكيولز. البيبتايد
في بعد كده البيبتايد ده ليه ريزيديو تاني اسمها بيبتايد تي سيل كونتاكت ريزيديو، تمام، اللي فيها البيبتايد بيقدر يرتبط بايه؟ بالتي سيل ريسبتور. طيب الصورة دي بتوضح البوليمورفيزم الموجود في الـ MHC كلاس 1 والـ MHC كلاس 2، تمام؟ ادي الجزء بتاع البيبتايد بايندنج جروف، تمام، وادي الجزء بتاع البيبتايد بايندنج جروف. الفاريابيليتي هنا بتبقى في الالفا تشين اكتر، الفاريابيليتي هنا بتبقى في البيتا تشين اكتر، في البيتا تشين اكتر، تمام، خلاص. فده اختلاف ما بينهم. النقط الحمراء دي تمثل البوليمورفيك بيبتايد، خلاص، او الفاريابل بيبتايدز اللي هي بتختلف ما بين مولكيولتين. الجزء الاصفر اللي هو الجزء الانفاريانت الثابت اللي هو بيتكرر ما بين المولكيولز وبعضها، خلاص. لو جبنا فردنا للشكل 3D ده في صورة تشين طويلة، تمام، تبدأ من 0 لغاية مثلا 280، خلاص، هيمر علينا الدومينز بقى. ادي الفا دومين، الالفا 2 دومين، الفا 1 والفا 2 والفا 3، خلاص. ده اماكن الريزيديوز اللي فيها ايه فاريابيليتي او بوليمورفيزم، تمام. ده مقياس الفاريابيليتي قد ايه، تمام. النقط الحمراء دي تمثل الفاريابيليتي الجامده، خلاص. يعني مثلا سي مثلا عندنا هنا عند رقم مثلا 9 او 8 الامينو اسيد الموجود هنا في الفا 1 ده هايلي بوليمورفيك، وبرده هنا عند 40 في هايلي بوليمورفيك وهكذا، تمام. نلاحظ ان الالفا 3 دي انفاريانت ما فيهاش اي بوليمورفيزم، خلاص، ثابته ما بين المولكيولز ما فيهاش اي بوليمورفيزم. البوليمورفيزم كلها هنا في الالفا 1 والالفا 2 دومين تبع الالفا تشين. طب ننتقل لمين بقى؟ لل MHC كلاس 2. عندنا قلنا الالفا تشين ما فيهاش فاريابيليتي قوي، الفاريابيليتي اكتر فين؟ في البيتا تشين، خلاص، ومش في البيتا تشين بس، في البيتا 1 دومين بتاع البيتا تشين اهو، ادي الفا بيتا 1 وبيتا 2. بيتا 2 ما فيهوش اي نقط حمراء بعكس البيتا 1 في نقط حمراء كتير، تمام، دي تمثل الفاريابيليتي. طب هتكلم دلوقتي على features of peptide binding to MHC molecules. اول نقطة عندي اللي هي البرود سبيسيفيستي. يعني ايه برود سبيسيفيستي؟ يعني ال MHC molecule ده يقدر يعمل binding ل many different peptides مش at the same time طبعا، يعني هو يقدر يقدر يعمل لده، بعد كده يجي بيبتايد غيره ويقدر يركب عليه وهكذا، تمام، فده برود سبيسيفيستي. تاني حاجة only one peptide can be presented at a time، تمام، عشان هو only one binding cleft او one binding groove مفيش غير واحد، فهو اي بيبتايد هيشيل المكان ده خلاص ما يقدرش يتحد مع اتنين تلاتة، هو only one peptide بس في وقت واحد بس اللي يقدر ايه يعمل binding. ثالث نقطة اللي هو bind only peptides. only peptides هل ممكن يعمل binding لmolecules ثانية غير peptide proteins؟ لا يعني هو بس peptides اللي هي fragments بتاعت البروتين بس هي ممكن تعمل binding للجروف ده. MHC and one and two molecules display peptides from different compartment السيتوسول والإندوسومز. احنا قلناها قبل كده القصة دي، ال MHC ده، تمام، بيعمل presentation للانتيجين الموجود في السيتوسول او السيتوبلازم بتاع السل، بعكس ال MHC two molecules اللي هو بيعمل presentation للإكسترا سيلر انتيجين، بيعملوا internalization في اندوسومز عن طريق بقى الفاجوسيتوزيس او الباينوسيتوزيس او اي طريقه ما، في الاخر خالص بيقدر ايه يدخله جوه ويعمله برزنتيشن. ده الفرق ما بين التو باسويز. only peptide loaded MHC molecules could be stably expressed on cell surface. انا كنت زمان لما كنت افتكر المناعة افتكر ان ال MHC مولوكيول ده قاعد بره السطح كده ويجي الانتيجين من تحته يقوم طالع فوق، طلعت القصة دي غلط.
القصه كلها ان هو البيبتايد والام اتش سي مولكيول هما الاثنين بيجتمعوا مع بعض بداخل الخليه. اول ما بيحصل له ان هو البيبتايد يحصل له لودنج على الام اتش سي مولكيول في البيبتايد بايندنج جروف، يبقى كده هو مهيئ ان هو يطلع على السطح واكسبريسد على السيل سيرفيس. دي النقطه تمام. ولو القصه دي لو ام اتش سي مولكيول مش بايندنج للبيبتايد مش هيبقى ستيبل، يعني مش هيبقى ستيبل على السيل سيرفيس، هيتشال على طول. بس البيبتايد اللي هي الام اتش سي اللي عليه بيبتايد هم ده بس اللي يقدر ستيبلي اكسبريسد اون سيل سيرفيس. اخر واحده فيري سلو اوف ريت اوف ام اتش سي مولكيول، يعني بقاؤه على السيرفيس بيبقى فتره طويله تمام، ما بيمشيش بسهوله او ما بيختفيش بسهوله تمام، فبيقعد فتره اطول. فالاسمه سلو اوف ريت بتاعه فيري سلو اوف ريت وام اتش سي مولكيول ده ليه؟ عشان يمكن ان يقعد البيبتايد فتره اطول لونج انف تو الاو ذا فور ذا ريكوجنيشن اوف ا بارتيكولار تي سيلز. الصوره دي بتوضح الكونسبت بتاعت الام اتش سي ريستريكشن، هنشرحها تاني. بتتلخص في العباره دي: the antigen specific T cell receptor recognizes versus the antigen only when presented by the self MHC molecule. يبقى في نقطتين لازم: اول حاجه السبيسيفيسيتي للانتيجين، تاني حاجه ان تعرفها وهي على السلف MHC تمام. الصوره الاولانيه دي تمام اللي على الشمال ادي التي سيل وادي الانجي بريزنتنج سيل، دي عليها تي سيل ريسبتور بالازرق، دي عليها ام اتش سي بالاصفر خلاص. وده البيبتايد اكس، هي دلوقتي حصل ريكوجنيشن ليه؟ ادي السيلف ام اتش سي وادي تي سيل ريسبتور وادي البيبتايد اللي هي سبيسيفيك ليه. فهي تي سيل ريسبتور اتعرفت على البيبتايد السبيسيفيك ليه واتعرفت عليه وهو بريزنتد عن طريق الام اتش سي سيلف ام اتش سي مولكيول اللي هو باللون الاصفر طيب تمام. الصورة التانية بقى لا، هنا في نون سيلف ام اتش سي باللون الاخضر، التي سيل ما قدرتش تتعرف على رغم ان هي سبيسيفيك للانتيجين ده البيبتايد ده، بس ما قدرتش تتعرف عليه ليه؟ عشان الام اتش سي ده مش بتاعها، ده نون سيلف ام اتش سي خلاص. الصورة التالتة هنا ادي السيلف ام اتش سي اهو باللون الاصفر زي الاولاني تمام، بس عليه بيبتايد مختلف بقى تمام، هي مش سبيسيفيك للبيبتايد ده، فكده هي ما اتعرفتش عليه. فلازم يتحقق الشرطين: اول حاجه ان البيبتايد سبيسيفيك عكس الصوره دي، وان السيلف ام اتش سي هو اللي يعمل الاكسبريشن ده، هو اللي بيعمل البرزنتيشن ده بعكس الصوره دي تمام. طيب هنتكلم عن الام اتش سي بوليمورفيزم، هنشوف بس شويه مصطلحات بسرعه كده عشان نراجع معلوماتنا. في حاجه اسمها قليل، ايه القليل ده؟ القليل ده one of different forms or variants، يعني هو variant تمام of the same gene، يعني عندك جين ده ليه كذا variant او ليه كذا form خلاص، كل فورم منهم بسميها قليل. يبقى one of different forms or variants of the same gene present at a particular chromosomal locus، يعني انا عندي كروموسوم عليه لوكس بتاع جين معين تمام. اللوكس بتاع الجين ده خلاص معروف، يعني المكان ده بتاع الجين الفلاني. لقينا عند واحد تاني عنده كروموسوم وعنده نفس الجين بس في اختلاف بسيط، فورمه تانيه زي ما بيقولوا، فورمه تانيه، فده بيسموه قليل وده بيسموه قليل تمام. كلمة heterozygous individual يعني ايه؟ يعني ده عنده two different alleles، يعني مثلا بيبقى عند الراجل مثلا او الـ individual عنده two chromosomes تمام، كل كروموسوم فيهم عليه الليل غير التاني، فده اسمه heterozygous. لو هما الاتنين شبه بعض يبقى اسمها homozygous. يبقى الـ heterozygous individual ده عبارة عن عنده two different alleles أو two different variants أو different forms each of a different member each on، يعني كل واحد من الاتنين دول different alleles on a different member of a pair of chromosomes تمام.
احنا عندنا مثلا كروموسوم مثلا رقم 6، خلاص في منه نسختين، كروموسوم واحد منهم عليه أليل، كروموسوم التاني عليه أليل تاني، تمام؟ one of two different alleles دول inherited from the mother and one from the father، خلاص؟ يعني الأم هتدي كروموسوم والأب هيدي كروموسوم، ده عليه أليل وده عليه أليل، فالاتنين دول different فسموها heterozygous individual. لو الاتنين شبه بعض يبقى homozygous individual بالنسبة للجين ده، تمام؟ طب كلمة polymorphic gene يعني ايه؟ polymorphic gene معناها a gene in a population has different alleles، يعني مثلا الجين الفلاني ده موجود بكذا فورمة في البوبوليشن، خلاص؟ والفورمة دي بتتكرر، تمام؟ فكده انا اعتبره ده مثلا ده ليه مثلا خمسة فورمز، يبقى فيه خمسة الليل، يبقى ده polymorphic. وفي جين تاني ليه 10 الليل، يبقى ده اكتر منه في البوليمورفيزم. الهايلي بوليمورفيك ممكن توصل ان الاليلز يبقوا يعدوا مثلا الالف، تمام؟ الام اتش سي جينز عباره عن هاف ميني اليلز وهايلي بوليمورفيك، وتعتبر ان هي الهايلي بوليمورفيك جينز على مستوى الجسم، الام اتش سي جينز، تمام؟ تعريف بقى ده تعريف البوليمورفيك جين. البوليمورفيزم نفسه يعني ايه بقى؟ يعني اكزيستنس اوف تو اور مور اليلز، يعني اتنين قليل او اكتر، كده بعتبر ان في بوليمورفيزم، تمام؟ of a gene that are present in a stable frequency in a population. يعني احيانا بيحصل ليه stable frequency؟ يعني موجود القليل او اكتر ده موجودين بنسبة ثابتة حدوثها في الـ population. لو هي النسبة دي مش ثابتة ده بعتبره كده زي mutation مش بوليمورفيزم. دي النقطة المهمة، عشان كده لازم كلمة at stable frequencies in a population، ان هي بتتكرر، القليل ده بيتكرر، بشوفه في اكتر من فرد في اكتر من واحد. نتكلم عن الانهيرتنس باترنز اوف اتش ال اي جينز، تمام؟ ادي المذر وادي الفاذر، تمام؟ كل واحد منهم عنده تو كروموسومز، تمام؟ تو كروموسوم 6، كروموسوم 6 ده عليه ام اتش سي 1 لوكس MHC2 locus. حصل اكسبريشن على السيل، تمام؟ هتدينا مثلا سي اللي بالاصفر فاتح دول MHC1 بروتينز او مولكيولز اللي على السيرفس، ودول اللي هما ال HC2 بروتينز الموجودين على السيرفس، تمام؟ هنلاحظ هنا مثلا ادي ال A وال B وال C كلاس 1، ودول DR و DQ و DB دول كلاس 2، تمام؟ ده كله على بعضه كده اسمه هابلو تايب، تمام؟ ال 1 او 8 او 4 دي ترمز للنمبر اوف ذا الليل، تمام؟ فبنلاحظ الالليل هنا ديفرنت من الالليل هنا، والالليل هنا ديفرنت عن الالليل هنا، تمام؟ فده اسمه هابلو تايب كده. فالمذر عندها 2 هابلو تايبس، تمام؟ والفاذر نفس القصه. احتمال بقى التوريث للاطفال بطريقه مندل اللي هي مندليان فاشن، تمام؟ في التوريث بحيث ان هو تكرار الفرد اللي عنده نفس ال يعني مثلا ايه، عشان مثلا اللي هم خلفوا 8 افراد هلاقي نسبه احتماليه حدوث ان واحد ياخد الاي والدي هابلو تايبس، الاي من المذر والدي من الفاذر، الاحتماليه بتاعتها 25%، تمام؟ يعني لو هو خلفوا 8 اولاد ممكن يلاقي ولدين منهم عندهم نفس الهابلو، تمام؟ وهكذا. دي كل الاربع احتمالات الموجودين، تمام؟ ده يمثل 25% احتمال، 25% 25% 25%، خلاص. نلاحظ ان هم كلهم واخدين يا اما واحد يا اما هابلو تايب من المذر هابلو تايب من الفاذر، كلهم بنفس الطريقه كده، هابلو تايب من المذر وهابلو تايب من الفاذر. القصه دي بتفيد في ايه؟ الانهيرتنس في السيبلينج ده بيفيد في قصه الترانسبلانتيشن، تمام؟ لما بيبقى فيه دونرز يفضل الدونرز يبقوا من القرايب او من الابناء ليه، عشان الفرصه تكرار الهابلو تايب بيبقى موجوده، يعني من اخ لاخوه مثلا او من او ما بين نفس العيله بتبقى القصه كلها سهله ان انا الاقي الهابلو تايب كله موجود او متكرر ما بين العائلات وبعضها، بحيث الريجكشن يبقى قليل وهكذا.
طيب بالنسبة لل HLA Nomenclature هنتكلم ببساطة كده عنه. الـ Old Terminology التسميات القديمة بتعتمد على Serological Typing بتاع الـ HLA Molecules، تمام؟ ودي الـ HLA قليل فيها is given a numeric designation زي مثلا الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ B1 وهكذا، تمام؟ For example HLA haplotype بتاع individual بالنسبة كمثلا ايه HLA A2 HLA B5 HLA DR3، تمام؟ واخدين ارقام زي ما احنا شايفين، ده ال haplotype بتاع individual and so on، تمام؟ طيب بالنسبة بقى لل modern terminology بيعتمد على molecular typing وليس serological typing زي ال old terminology، تمام؟ سيمبلي كده مثلا هنلاقي HLA O2 O1 O2 ده معناها اللي هو بالنسبة لو حولتها للأولد ترمينولوجي يبقى هو ال HLA 2 تمام اللي هو O2 تمام السب تايب بتاعه بقى O1 تمام فأنا بكتب O2 بعد كده O1 تمام يبقى اول رقمين دول يرمز للايه للاولد ترمينولوجي اللي هو 2. برضو في مثال تاني ال HLA DRP1 O4 O1 تمام ال O4 ده يعني يقصد بيها الايه ال HLA DR4 تمام ال B1 بقى بتاعه تمام كده، لا هو خلى DRP1 ده اسم وخلى ده 4 والسب تايب بتاعه 1 تمام. فقصة السب تايبنج دي موجودة في المودرن ترمينولوجي يوزنج المولكيولار تايبنج، مش موجودة في الاورد ترمينولوجي يوزنج ذا ايه ذا سيرولوجيكال تايب، تمام خلاص. فده يرمز لل للتايب وده للسب تايب. Why the MHC genes considered the most polymorphic genes in human? ليه عدة أسباب طبعا القصة دي. أول حاجة المالتيبل جين لوكاي تمام، أو بيسموها بولي جيني. بولي جيني يعني عندنا ال MHC 1 ده عبارة عن مالتيبل جين لوكاي تمام. ال MHC 1 عبارة عن لوكيشن بتاع الجين A والجين B والجين C، وال MHC 2 عبارة عن 3 لوكاي ال DB وال DQ وال DR. مش كده بس، يعني ال MHC 2 عبارة عن 2 جينز لكل واحد منهم، يعني في DBA جين وال DBB جينز وال DRA والدي ار بي والدي كيو اي والدي كيو بي تمام. فده بيخلي ان في مالتيبل جين لوكاي مالتيبل جينز تمام، دي بيسموها بولي جيني. تاني حاجه مالتيبل اليلز بقى مش جينز، بس اليلز للاتش لوكس تمام، او اللي هي بيسموها بوليمورفيزم تمام. احنا مثلا عندنا في الاتش ال اي ده ليه كذا اليل، وال HLAB كذا قال لي، وكذلك ال HLAC تمام. يعني نفترض مثلا لو خدنا مثال ان في 240 قال لي لل HLA A و 470 قال لي لل HLAB، وعندنا مثلا 110 قال لي لل HLAC تمام كده. هشوف بقى احتمالية البوليمورفيزم قد ايه، نسبة البوليمورفيزم قد ايه. هضرب بقى 240 بتاعت ال A في ال 470 بتاعت ال B في ال 110 بتاعت ال C، هيديني قد ايه ال variation اللي ممكن يحصل لي في ال A في ال في ال HL في ال MHC1 او مولوكيول تمام قد ايه. دي بيسموها بوليمورفيزم. بوليمورفيزم معتمد على الاليلز، البوليجيني معتمد على المالتيبل جينز الموجوده في اللوكيشن. اخر حاجه اللي هي كو دوميننت اكسبريشن تمام. الام اتش سي جينز
expressed in co-dominant pattern. يعني ايه co-dominant؟ يعني احنا عندنا قلنا في درسنا زمان اللي هو جين دومينانت او ريسيسيف، هنا لا مفيش دومينانت وريسيسيف، هنا co-dominant يعني هياخد من الاب جين او الليز معينه وهياخد من الام الليز معينه او هابل تايب معين، هما الاثنين اكسبريسد على السيل سيرفيس. تمام، يبقى عنده اثنين اتش ال اي اي واثنين اتش ال اي بي واثنين اتش ال اي سي. تمام، كل واحد من الاي او كل واحد من البي او كل واحد من السي، واحد جاي من المذر وواحد جاي من الفاذر، فده اسمه كو دوميننت اكسبريشن. تمام، طيب الصورة دي بتوضح يعني ايه كلمة بوليمورفيزم، اهي يعني مالتيبل اليلز، ادي عندي نفس الجين اهو بس ايه واحد باللون الاحمر واحد باللون الاصفر، ده قليل وده قليل، ده صورة مختلفة من نفس الجين او فاريانت من الجين او فورم من الجين. تمام، بيحصل اكسبريشن بيحصل مرة بالاصفر ومرة بالاحمر. تمام، طيب ده برضو حكاية اللي هي مالتيبل جينز بقى، مش هو الجين واحد هنتكلم عن الليلز، لا هنتكلم ان في اكتر من جين بيورثوا. تمام، يعني ادي مثلا في ال HLA عندنا في ثلاثة HLAA و HLAB و HLAC. تمام، ثلاثة من المذر، دول كده بيمثلوا هابل تايب ودول بيمثلوا هابل تايب. تمام، طب لو خلطنا الاثنين مع بعض بقى بوليمورفيزم اند بوليجيني مع بعض هيدينا بقى بوليمورفيزم عنيفة قوي. تمام، اول حاجة ان احنا عندنا تو هابلو تايبس. تمام، وفي نفس الوقت ديفرنت اليلز لكل جين فيهم ومالتيبل جينز في نفس الوقت، فبيدينا الشكل ده، فده بيخلي البوليمورفيزم عالي جدا. عشان كده هو ذا موست بوليمورفيك جين ان هيومن هو الام اتش سي جين. طيب الصورة دي برضو عشان نفهم برضو البوليمورفيزم كمان، ادي عندنا MHC class 1. تمام، ده بيقول لنا نسبة البوليمورفيزم قد ايه، مثلا ال DEP. نلاحظ هنا في ال MHC class 1 البيتا تشين او الجين بتاع البي عموما هو اللي فيه البوليمورفيزم اكتر، زي ما شرحنا في الاول خالص البوليمورفيزم لما جبنا صورة ال MHC molecule وقلنا البيتا تشين هي اللي بيبقى فيها بوليمورفيزم اكتر، الصوره اللي شرحناها من شويه. ليه؟ عشان البيتا تشين او البي جين هو البوليمورفيك، هو البوليمورفيك زي ما احنا شايفينه. تمام، بالنسبه للالفا تشين لا، الالفا تشين تحس كده البوليمورفيزم فيها ليميتد بوليمورفيزم. تمام، فدي بي بي 351، الاي بتاعه 19، طب الدي كيو البي بتاعه 435، الدي كيو اي 32. تمام، وهكذا بقى، والدي ار نفس القصة. الارقام دي كل فترة بتتغير، ليه؟ لان كل فترة بيحصل تحديث بتظهر او بيكتشفوا الليلز جديدة فبتزيد، فبالتالي بيقدروا ايه بيقدروا يعني كل شوية في ابديت للقصة دي. يعني الصورة دي متاخدة من الابديت بتاعها في وقت معين، لو جبت صورة احدث هتلاقي الارقام دي زادت، تبقى مختلفة أكتر وزادت. تمام، نفس القصة. الـ MHC class 1 ما عندناش غير ألفا تشين بس، البيتا 2 مايكرو جلوبين طبعا ده ثابت، بروتين ثابت، فالبوليمورفيزم كلها هتبقى في الألفا تشين أو اللي بيمثلها الجين نفسه الـ B والـ C والـ A. تمام، زي ما احنا شايفين كده. طيب الـ MHC class 1B اللي هي نون كلاسيكال جينز بتاعت الـ MHC class 1 اللي هم قلناهم الـ E والـ G والـ F، وفي اتنين تانيين هو ميك A وميك B، دول with limited polymorphism. تمام، الكلاسيكال هم ال highly polymorphic، بينما النون كلاسيكال دول limited polymorphism. طيب regulation of MHC expression. تمام، عن طريق كذا حاجة. اول حاجه تعمل ريجليشن لل MHC expression هي transcription factors، من اشهر الامثله ليها اللي هو MHC C2 trans activator.
تمام ترانس اكتيفيتور MHC2 ترانس اكتيفيتور. في واحد تاني اسمه ريجولاتوري فاكتور اكس، ريجولاتوري فاكتور اكس، دول تو ترانسكريبشن فاكتور. ايه ترانسكريبشن فاكتور ده؟ عباره عن فاكتور بيبقى موجود في جوه النواه، تمام. بيبقى بيبدا يخلي يحصل ترانسليشن، بيبقى بايندد للجزء بتاع البروموتر. عارفين احنا الجين بيبدا بحاجه اسمها بروموتر، تمام. بروموتر سيكونس بيبقى موجود ات 5 برايم اند بتاع الجين. الترانسكريبشن فاكتور بيعمل بايندنج للجزء ده ويبدا الترانسكريبشن، تمام. على حسب الترانسكريبشن فاكتور الموجود بتبقى القصه ايه، بيبقى يبدا الترانسكريبشن ولا لا، فبالتالي يتكون البروتين ولا لا. طيب ال MHC جينز الترانسكريبشن فاكتور بتاعها المشهورين اللي هم ال MHC2 ده بتاع طبعا ال MHC كلاس 2 ترانس اكتيفيتور، والريجوليتوري فاكتور اكس، الاثنين دول الترانسكريبشن فاكتورز بتاعت ال MHC كلاس 2، تمام. بيتحدوا مع البروموتر ريجون او بروموتر جزء البروموتر بتاع الجينز ويبداوا الترانسكريبشن، تمام. وبالتالي الاند ريزلت بتاعتنا في الاخر ان هيحصل ترانسكريبشن وترانسليشن والقصص دي كلها، يتكون لي في الاخر ال MHC2 مولكيول، تمام. طيب لو في ديفيشنسي في ده او في ده بيعملوا لنا حاجه اسمها بير لينفوسايت سندروم، بيبقى نوع بيبقى في ديفكت في الانتيجين بريزنتيشن، تمام. وبالتالي بيبقى الانسان ده عرضه للميكروبس والاميونيتي بتاعته بتبقى فيها ايرور، تمام. تاني حاجة عندنا السيتوكاينز اللي هو انترفيرون جاما وانترلوكين 4. الانترفيرون جاما ده بيعمل اكتيفيت البوس MHC1 اند MHC2 بروموتور جينز، بروموتور جينز. الانترلوكين 4 بيعمل انكريز الاكسبريشن لل MHC كلاس 2 اون ريستنج بي سيلز، يعني البي سيلز دي لو تعرضت للانترلوكين 4 ريستنج بي سيلز، لو تعرضت للانترلوكين 4 بتزود الاكسبريشن بتاع ال MHC كلاس 2 على السطح بتاعها، تمام. ده خاص بالبي سيلز بس. في حاجات تانية زي الكورتيكوسترويد والبروستاجلاندينز، دي كلها بتعمل بتقلل الاميونيتي، وعن طريق ايه؟ ان هي ديكريز الاكسبريشن اوف MHC2 مولكيولز، ده بتقلل الاميون ريسبونس. اخر حاجه الفيرال انفكشنز. الفيرال انفكشنز ممكن الفيرال انتيجنز تعمل انهيبيشن للفيريوس كومبوننتس اوف MHC1 مولكيولز ريزلتنج ان سبريشن اوف MHC1 اكسبريشن، يعني مش هيحصل MHC1 اكسبريشن. اكزامبلز ليها زي الادينو فيروس مثلا بيعمل انهيبيشن لحاجه اسمها بروتين اسمه التاب، شرحنا النبذه عنه بسيطه بس هشرحه بالتفصيل دلوقتي. التاب ده اللي هو ترانسبورتر اسوشيتد ويز انتيجين بروسيسنج، تمام. بعد كده السي ام في برضو، سي ام في بروتينز ممكن تعمل انهيبيشن للبيتا 2 مايكرو جلوبولين، فبالتالي مش هيقدر يتصنع ال MHC1 مولكيول. طيب بنلاحظ هنا ان ال MHC اكسبريشن ديفرنت differs among tissues، يعني مثلا ايه ادي التشو اسم التشو وادي MHC1 expression MHC2. في الليمفويد تشو التي سيلز عليها MHC class 1 اكتر، تمام. وكذلك البي والماكروفاج دندريتك سيل، تمام. الابيثيليال سيلز موجود عليها بس كميه قليله. ال MHC كلاس 2 بقى موجود قليل قوي على التي سيلز، تمام، بس موجود اكتر على الانجيو بريزنتنج سيلز زي البي والماكروفاجز والدندريتك سيلز. والابيثيليال سيل دي بيبقى عليها، وزي ما اتفقنا قبل كده ان هي نون بروفيشنال انجيو بريزنتنج سيل، يعني ممكن يبقى في حاجه يحصل اندكشن عن طريق انترفيرون جاما تبدا تتكون كميات اكبر من MHC كلاس 2. الاذر نيوكليتد سيلز، تمام، النيوتروفيل عليها MHC كلاس 1 بكميات كبيره، الهيباتوسايتس عليها MHC1 بس بكميات اقل، تمام.
ال MHC class 2 طبعا مش موجود في ولا واحد من دول، لان هم دول مش antigen presenting cells ولا حاجة. ال red cells بقى ولا عليها class 1 مش ولا عليها class 2، تمام؟ ال MHC اللي هي non nucleated cells زي ال RBC. طيب هنشرح ال MHC and disease susceptibility. تمام، هنا اسم الديزيز، هنا الاساسيتد اتش ال اي قليل، هنا الريلاتيف ريسك. يعني ايه ريلاتيف ريسك؟ ريلاتيف ريسك ده بيتحسب عن طريق بيقسم الفريكوانسي اوف اتش ال اي قليل ده في الناس اللي عندهم من المرض على الفريكوانسي بتاع الاتش ال اي قليل ده في الناس في الجنرال بوبوليشن. تمام، هو يعني بيشوف تاني، يبقى كده بيقسم القليل نسبة حدوث القليل ده أو الفريكونسي في القليل ده في الناس اللي عندهم الديزيز الأوتوميون ديزيز على نسبة القليل الموجودة في البوبوليشن. تمام، في مرض اسمه الناكروليبسي مثلا. الناكروليبسي ده نوع من الأمراض اللي بتسبب كرونيك سليبينج ودراوزي ويبقى تايرد بيبقى فيه نسبة ال HLA قليل لو الـ DR2 الريلاتيف ريسك بتاعتها 130. الأنكيلوزيك سبوندولايتس P27 90 الريلاتيف ريسك. الهيرتيتري هيموكروماتوزيس حسب والله بقى، قال لك الـ A3 بيزود بيخلي الريلاتيف ريسك 9 مرات، الـ B14 بيخلي الريلاتيف ريسك 2. لو هو عنده الاتنين مع بعض الاثنين مع بعض بيزود ريت الريسك يخليه 90، وهكذا بقى شويه امثله زي الانسولين اندبندنت دايابيتس، زي الروماتويد ارثرايتس والمايسينيا، زي السيلياك ديزيز وهكذا. تمام،